على بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا تتواصل الانطلاقات والتحديات، معركتي ومنافستي سن الإذاعة لا زالت تستمر الأشواط شوطا تلو الآخر. نسير مع الشوط الحادي عشر في المجموع والشوط الحادي عشر مخصص للإبكار المحليات الأصايل. نسير مع البداية والمقدمة من تستفتح الإذاعة الظبي محمد بن خميس بن راشد الظاهري، من يقدم الظبي على البداية. أما في ثاني المراكز الوصول من ثمينة ضاحي بن يمعة بن سعيد العميمي، من يقدم لنا ثمينة في ثاني المراكز. أما ثالث المراكز الوصول من شعار بن رشيد، من يقدم مصيحة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدمها في هذا المسار. أما رابع المراكز وصلت الراعبية منصور بن حماد بن سالم الاكتبي، من يقدم الراعبية في رابع المراكز. خامس المراكز وصلت الخوارة محمد بن سالم بن حماد الاكتبي، من واصل في خامس المراكز. سادس المراكز الوصول والتواجد من قبل الحذرة عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم الحذرة في هذا المسار. وكذلك شواهين حمد بن عبيد بن زفنة بن حضيرم الاكتبي يتواجد في هذا المسار. هكذا مشاهدين مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، اعلنا النداء الاول للست المراكز. ناخذ لقطه يمصورنا، ناخذ الشعارات ونعود، نعود مع البدايه، نعود مع المقدمه والصداره. لا زالت الظبي على البدايه، محمد بن خميس بن راشد الظاهري من يسيطر على البدايه والمقدمه، من يقود السرب الاول على بدايه هذا المسار. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، لا زالت الظبي من تسيطر على البداية والمقدمة. سعيد الظبي محمد بن خميس بن راشد الظاهري من يسيطر على البداية والصدارة. أما في ثاني المراكز ثمينة ضاحي بن يمعة بن سعيد العميمي، من يقدم ثمينة في ثاني المراكز. ثالث المراكز الوصول والتقدم من قبل اللي واصلة واحتلت في ثالث المراكز. وصلت كذلك من تحمل رقم 11 الوصول من الراعبية منصور بن حماد بن سالم الاكتبي، من يقدم لنا الراعبية. أما في رابع المراكز مصيحة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. خامس المراكز الوصول من شواهين حمد بن عبيد بن زفنة بن حضير، من يقدم شواهين. أما سادس المراكز وصلت رقم 6 شواهين سعيد بن سالم بن خلفان بن بينونة، من يقدمها في سادس المراكز. ناخذ الأسماء والشعارات اللي لم يحضر
الحين موعد دخوله ونعود نعود مع الرقص الأول، نعود مع الظبي. الظبي لا زالت على البداية، الظبي لا زالت على المقدمة، بدت تستفتح أجواء الألف والخمسمية هنا مع الظبي. غير الثمينة ضاحي بن يمعى بن سعيد العميمي من غير على البداية، من غير مع ثمينة على المسار الأول على البداية والمقدمة. أما في ثاني المراكز لا زالت الظبي في ثاني المراكز، ثالث المراكز الواصلة كذلك الراعبية، ولكن البداية والمقدمة ثمينة على الصدارة، ثمينة على البداية. ضاحي بن يمعى بن سعيد العميمي من يقدم لنا ثمينة على البداية والمقدمة، لا زالت من تسيطر على البداية، بدت تدشن أجواء الكيلو المتر الأخير، أجواء الكيلو المتر الأخير هنا مع ثمينة على البداية. ضاحي بن يمعى بن سعيد العميمية لا زال على البداية، لا زال من يقود المقدمة، طارت على البداية. قدم لنا شهب في الشوط الماضي ويقدم ثمينة في هذا المسار. النقطة الثانية على التوالية والعصا في البطان بدون أوامر تذكر هنا مع ثمينة. ضاحي بن يمعى بن سعيد العميمي من يقدمها في هذا المسار. طارت على البداية والعصا في البطان. النقطة الثانية على التوالية، قدم شهب في الشوط العاشر ويقدم كذلك ثمينة في الشوط الحادي عشر مع ضاحي بن يمعى بن سعيد العميمي والعصا في البطان بدون أي أوامر تذكر. طارت على البداية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لتقدم ثمينة ضاحي بن يمعى بن سعيد العميمي لحظات الفوز هنا مع ثمينة والعصا في البطان بدون أي أوامر تذكر. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لتقدم ثمينة ضاحي بن يمعى بن سعيد العميمي. أما في ثاني المراكز وصلت فيه ستة. منت أحمر رقم 13 ميزة مطر بن محمد بن دحلوي، ثالث المراكز شواهين سعيد بن سالم الخلفان، أما رابع المراكز شواهين حمد بن عبيد بن زفن بن حضير ملك تبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 8 دقائق بالوفاء. ويلكم.